السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم رح نكمل بمادتنا وبجزئية الماتلاب تحديدا. مبدئيا رح نشرح اليوم عن اللهم صل على سيدنا محمد، جزئية البروبابيليتي بالماتلاب، ورح نرجع شوي هيك نشيك على سلايدات اللي منزلكم اياها الدكتور، تمام؟ للاحتياط مش لأكثر، بس عشان تكون أموركم أكثر واضحة. مبدئيا احنا المرة الماضية وقفنا عند الرسمات، أخذناهم وشرحناهم كاملين. بعد هذا الجزء بدوسيتنا موجود جزئية الـ Set and Event Diagram، وهات برضه بنفسه موجود عندكم بسلايداتكم، تمام؟ فالأمثلة واضحة وما في أصلاً تطبيق إلها على الماتلاب، تمام؟ جزئية البروبابيليتي بالبداية مشروحة كاملة، وموجود أمثلة كتابي، تمام؟ وبعدها جزئية الراندوم برضو كتابي، وبعدها رح نبلش بالبروبابيليتي للماتلاب. مش أكيد إنه جزئية البروبابيليتي داخلة، لكن رح أشرحها للإحتياط، لأنه هيك إنتو داخل معكم أو موجود في شفت بالسلايدات موجود عن الفيكتورز والماتريكس وإلى آخره، تمام؟ فرح نشرح للإحتياط، أوكي؟ طيب، رح نبلش. زي ما حكينا المرة الماضية أي إشي بدي أبلش فيه فلازم أنا أعرفه، أوكي؟ ناخذ نفس المثال اللي موجود بالدوسية. حاطين انه تي بتساوي الكومبينيشن، تمام؟ طبعا الكومبينيشن بقدر احله بثلاث طرق، تمام؟ اللي هي طريقة الفيكتور، او انه يكون array، او يكون string، اكثر من شغلة، تمام؟ طيب نبلش بالفيكتور كومبينيشن، بنكتب كومبينيشن او انه هي اصلا هي شيء جاهز بالماتلاب، تمام؟ بفتح القوسين هذول، داخل القوسين ايش بدي اكتب؟ بما انه احنا رح نحكي عن الفيكتور، تمام؟ فالفيكتور كيف انا بدي اكتبه؟ اول اشي بدي اكون كاتب هذا القوس، شايفين هذا القوس؟ هذا بحكي لي انه حاليا انا او هون في فيكتور، تمام؟ فانا الفيكتور الاول بدي اياه 1 3 6، ولاحظوا انا حطيت سبيس بين كل رقم ورقم، او بقدر من غير السبيس، تمام، احط فاصلة، تمام. طيب اذا يا فاصلة يا بختصر بالسبيس، انا بحب بالسبيس لانها اريح، تمام. لكن اذا شفتوا انه في فاصلة بين الرقم والرقم الثاني داخل هاي الاقواس، داخل الاقواس هذول المربع، شفتوهم؟ فهذا هو عبارة عن فواصل عادية، تمام؟ بس شوية أتأكد من شغلة. يس، أوكي. طيب إذا الفيكتور بكتبه، الفيكتور الواحد الون فيكتور بكتبه بهذا القوس، بحط داخله العناصر اللي أنا بدي إياها داخل هذا الفيكتور. كيف بكتب العناصر؟ بين كل عنصر وعنصر يا سبيس يا فاصلة عادية، تمام؟ طيب أنا ما بدي أكتب 1 vectors، بدي 2 vectors. أنا هون حاليا بس عندي 1 vectors. ال 2 vectors لما بدي أكتبهم بدي أحط بين كل vector والثاني فاصلة، برضو فاصلة عادية، وبرجع بفتح قوس ثاني لأني أنا بدي كمان vectors. فهون 8 3 5. طبعا كمان شغلة، مش شرط الفيكتور الأول يكون عدد عناصره تساوي عدد العناصر الموجودة في الفيكتور الثاني، إذا هذا مش شرط. فعادي أنا بالفيكتور الأول حطيت 3 elements، وبالثاني حطيت 10 elements، عادي ما حدا بيقدر إنه يقيدك بعدد elements داخل كل فيكتور، تمام؟ طيب إحنا هيك خلصنا، هيك رح يطلع معنا النتيجة، رح تكون عندي 2 vectors، بكل vectors في عندي 3 elements، تمام؟ حط انتر ونشوف الناتج. طلع لي هاي الفيكتور الأول، سريع حددهم كاملين، هذا الفيكتور الأول وهذا الفيكتور الثاني، تمام؟ لهون تمام، لكن طلع لي شغلي هون،
بحكي لي انه 9 في 2 تيبل. شو يعني؟ هذا بحكي لي انه الاثنين هي عبارة عن عدد الفيكتورز الموجودة عندي، وانا فعليا عندي 2 فيكتورز. 9 هي العدد الاليمنت بكل فيكتور، تمام؟ او عدد، اسهل نحكي عدد الفيكتورز الموجودين في الفيكتور الاول ضرب عدد الاليمنت الموجودين بالفيكتور الثاني. فانا عندي بالفيكتور الاول 3 اليمنت، تمام؟ هاي 3، وهون كمان برضو 3 × 3 × 3 راح يعطيني 9. وحكينا الاثنين هي عدد الفيكتورز، تمام؟ لهون تمام. طيب ها شرحنا الفيكتورز باختصار. اذا الفيكتورز بس انه انا بكتبها داخل هاي الاقواس، بكتب داخلها الاليمنتس اللي انا بدي اياهم بالعدد اللي انا بدي اياه، بفصل بين كل اليمنت واليمنت بفاصلة عادية او بسبيس، وبين كل فيكتورز وفيكتور، بين كل فيكتور وفيكتور فاصلة عادية، تمام؟ تمام. الاري كومبينيشن، طيب ناخذ طيب هاي كوبي. طيب هون انا بدي اعمل الري، تمام؟ بالمثال احنا حاطين بالدوسية حاطين 2 arrays مع vectors، تمام؟ خليني اكتبها وبعدها بنشرح. انا حاليا او رح اخلي الفيكتور الاخيرة، تمام؟ وهاي رح احذفها ونبلش كتابة مع بعض. هاي vectors عادي، vectors سوري، هاي فيكتور عادي احنا متفقين عليها انه اقواس مربعة بين كل element و element يا space يا فاصلة عادية، تمام؟ بالبداية انا بدي افتح اقواس. اذا الاشي المشترك بين الاري والفيكتور هي الاقواس عادي، تمام؟ طيب هون بدي احط array. الاري ايش بتكون؟ بتكون هاي 6 3 وسيمي كولون، سوري سيمي كولون، وحاطين 2 4 2 4. هون اذا التو فيكتورز، هدول تو فيكتورز بفصل بينهم بفاصلة عادية، هي بفاصلة عادية. هذول تو اريز، تو اريز بفصل بينهم بفاصلة منقوطة وبيكونوا بنفس الأقواس، تمام؟ إذا الفيكتورز بيكونوا كل واحد، كل فيكتور بقوس وبفصل بينهم بفاصلة عادية، لكن الأري بيكونوا بنفس القوس وبفصل بين كل أري وأري بفاصلة منقوطة، تمام؟ طيب الفاصلة هاي اللي بالنص هاي بفصل بينها، بفصل التو فيكتورز، يعني هذا كامل هو فيكتورز، لكن الفيكتورز ها الفيكتور سوري الفيكتور هاب هو داخله تو اريز. الواضح مش ضبط معنى الجمع اليوم. اذا الفيكتورز التو فيكتورز بفصل بينهم بفاصلة عادية، وانا داخل الفيكتور الواحد ما بيهمني هو فيكتور هو array ما بيهمني، تمام؟ اذا هنا فيكتور وداخله ارقام عادية، هون فيكتور وداخله two arrays، تمام؟ طيب ناخذ النتيجة ونحللها. هاي اعطاني الفيكتور الاول والفيكتور الثاني. الفيكتور الاول هو ايش؟ two arrays. هذا الاختلاف، هما الاثنين المثالين two vectors، لكن الأول كان عبارة عن الفيكتور الأول هو فيكتور عادي أرقام عادية، المثال الثاني كان عبارة عن الفيكتور نفسه هو two arrays، تمام؟ طيب مثل ما حللنا الأرقام فوق، نحلل الأرقام اللي هون طلعت 12 × 2. الاثنين عرفناها هي عدد الفيكتور اللي هم حكينا بين كل فيكتور وفيكتور بفصل بفاصلة عادية، وهاي الاثنين هي عدد الفيكتور، تمام؟ فاهمينها. الاثناش هاي من وين اجت؟ الاثناش هي سوري عدد
عدد العناصر في الأرية الأولى كم؟ 2. وعدد العناصر في الأرية الثانية كم؟ 2. 2 في 2 4. وعدد العناصر في الفيكتور الثاني كم؟ 3. فثلاث في أربعة كم؟ 12. أوكي؟ إذا عدد عناصر الفيكتور الأول في عدد عناصر الفيكتور الثاني، يعني 4 في 2. أوكي؟ طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. طيب ناخذ الجزء الثالث، تمام، من الكومبينيشن اللي هو السترينج. بحكي لي إنه أنا بقدر أحط داخل الفيكتور يكون عندي سترينج، أحرف، كلمات، شو ما بدي، تمام. برضو ناخذ نفس المثال عشان نختصر الوقت ونكون فاهمين أكثر، تمام. إحنا حكينا الفيكتور هذا تعريف للفيكتور، اسم، تمام، شو ما بدي بسميه. أنا بدي أكتب فيكتور، بدي أبلش بكتابة فيكتور، بحط الأقواس هاي، تمام، كتبتها. إذا أنا بدي أكتب string لازم يكون كل الحكي بين الدبل كوتيشن، تمام. إذا أنا بدي أكتب string، قبل شوي كنا نكتب أرقام عادي ما كنت أحطها بين دبل كوتيشن، أما بدي أكتب string بدي هيك عشان يكون أوضح. هي أنا بدي أكتب string لازم أحط الإشي اللي أنا بدي إياه بين دبل كوتيشن، تمام. حط A هذا العنصر الأول في الفيكتور، وحكينا يا بفصل بينهم بفاصلة عادية أو بسبيس، وهذا العنصر الثاني ب و سي. هذا الفيكتور الأول. طب أنا لسه بدي أكمل كمان أكتب فيكتور ثاني، أنا هيك ما خلصت. فإيش المرة بالفيديو اللي قبل الأول إيش حكينا؟ انه انا اذا ما خلصت وبدي الماتلاب يفهم علي ايش بكتب، سيمي كولون، بحط سيمي كولون وبكمل. هيك اعطاني هاي الاشارة بتحكي لي انه يلا اوكي كمل، كمل كتابة، تمام. فانا بدي اكتب تمام، بدي أكتب الفيكتور الثاني. الفيكتور الثاني كان عبارة عن الكلر. طيب شو هما؟ حكينا أي إشي بدي أكتبه string بدي يكون بين double quotation. طيب الأولى red، الثانية هي blue، والثالثة green، تمام. برضو انا ما خلصت، بدي اكتب كمان فيكتور، بحط سيمي كولون عادي. كيف بالسي بلس بلس؟ للناس اللي اخذت سي بلس بلس، انا كنت كل ما انه انا لسه بدي سوري بال احنا حكينا المره الماضيه عكس السي بلس بلس. بالسي بلس بلس كنا نحكي انه السيمي كولون هو عباره عن نهايه اللاين. بالكوماند ماتلاب بحكي لي انه السيمي كولون بتحكي لي انه انا لسه ما خلصت، تمام. برضو بالسي بلس بلس هو بحكي لي انه انا كملت هذا اللاين، بدي انزل على لاين جديد، لكن انا ما خلصت البرنامج. هو بنفس الهدف، السيمي كولون هي نفس الهدف، بتحكي لي انه انا خلصت كتابة اللاين هذا وبدي اكتب بلاين جديد، تمام. طيب تمام، هون السايز برضه فيكتور، بكتب الأقواس هذول. وبما إني أنا بدي أكتب string فلازم أكتبها بين double quotation small و large، تمام. برضه انا خلصت الفيكتور لكن بدي اعطيه امر يعمل لي يعمل لي كومبينيشن بين هذول الثلاث، تمام، عشان يدمج لي اياهم. طيب
اللي هي تي بتساوي combination combination، وبنفتح الأقواس وبحط له داخل الأقواس الإشي اللي أنا بدي أعمل له combination. فوق إيش كنا نعمل؟ فوق كنا نحط له بالمثال الأول والثاني، كنا نحط له الإشي اللي أنا بدي إياه، كنت أحط له الفيكتور يعني داخل الكومبينيشن بنفس اللاين. لكن أنا هون إيش اللي عملته؟ كتبت الفيكتورز بالبداية، تمام، وبعدين بدي أعمل الكومبينيشن. فأنا هون بس بدي أعطيه اسم الفيكتور هاي، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. وبنفس الترتيب اللي هو بيعطيني اياه، يعني انا اعطيته، احنا هون حاطينه كابيتال. وزي لازم نتذكر انه بالماتلاب في فرق كبير بين الكابيتال والسمول، تمام. اي دي وكلر، والسايز. هون رح يعطيني 3 فيكتورز وكل واحد لحال، وراح يعطيني اياهم زي ما انا كاتبتهم بالضبط مع الدبل كوتيشن. شوفوا كيف، طبعا اعطاني اياهم زي ما حكينا هون عدد الفيكتور، والرقم الاول هو عدد العناصر بكل فيكتورز مضروبين ببعض، تمام، اللي هم 3 × 3 × 2، تمام. الثلاث عدد الفيكتور حكينا. هون الفيكتور الأول أعطاني اسم إله لأنه أنا مسميته، هون أعطاني الفيكتور الثاني، هون أعطاني الفيكتور الثالث، وأعطاني تحتهم كل أسمائهم. وشوفوا كيف بالدبل كوتيشن نفس ما هو مكتوب بالضبط، تمام، وأعطاني إياهم بثري فيكتورز. طيب أنا ما بدي إياهم، هم ثري فيكتورز أعطاني إياهم بثري كولوم، طيب أنا ما بدي إياهم بثلاث أعمدة، ما بدي إياهم هيك، بدي إياهم كلهم يكونوا بـ1 vectors. كيف بقدر أعملها؟ ما بعرف إذا هي موجودة أو لا، لكن للإحتياط راح نحكي عنها، تمام، اللي هو function اسمه join. برضو كاتبينه بالدوسية، راح أخذ نفس المثال اللي إحنا حاليا حليناه، راح نعمل له join. ال بتساوي join، هي موجود function داخل الماتلاب عادي، بحط أقواس أو بفتح أقواس عادية، داخل هاي الأقواس بحط اسم اللي بدي أعمل لهم، اسم اللي بدي أعمل لهم، اللهم صل على سيدنا محمد، join. شو هم هذول كلهم؟ شو اسمهم؟ أنا مسميتهم هيهم بتي، هيا بهذا اللاين انا مسميته تي، وعملت له كومبينيشن عشان هيك اعطاني كل هاي النتيجة. اذا هذا كله ايش اسمه؟ تي. فانا ايش بروح بحكي له؟ انا بدي اعمل جوين لمين؟ للتي، وننتبه انها كابيتال، تمام. طيب بعدين بفتح الاقواس هذول، وانا بالدوسية ايش حاطة هيك؟ شو يعني هذا؟ هون يعني انه انا عندي، انا ايش يعني باختصار افهمكم اياها، هي هيك خليها، عندي شو؟ 1 2 فراغين، تمام، فراغين بين الثري كولومز، عندي فراغين فبحط نقطتين رأسيتين وبينهم فاصلة، تمام. اذا عدد النقاط هذول بيكونوا بعدد الفراغات، او بتقدروا تحكوا تمشوا على قانون معين اللي هو n minus 1، بحيث n هو عدد الكولومز، يعني هون عدد الكولومز 3، 3 minus 1 راح يعطيني 2، فانا بحط 2. لكن باختصار هم عدد الفراغات بين الكولومز، هاي فراغ 1 وهذا فراغ 2، تمام. طيب انا ما بدي يدمجني اياهم كلياتهم وتصير a red small
كلهم بنفس جنب بعض وما في اشي فاصل بينهم، انا بدي اياهم ينفصلوا باشي معين. الاشي المعين هذا اللي انا بدي اياه، هسا انا بدي اعطي امر ثاني بحط فاصلة، الامر الثاني بدي احطه بين دبل كوتيشن لانه هو رح يكون رمز او اشي معين، تمام؟ فما لازم ينحط بدبل كوتيشن. الدبل كوتيشن هاي بحط تحت جو داخلها الاشي اللي بدي اياه يفصل بين الكولوم الاول عن الثاني عن الثالث، فانا بندرس هي حاطه ايش الاندرسكور. تقدر تحط ستار، تقدر تحط رقم معين، تقدر تحط حرف معين، انت حر، هاي اشي اختياري وممكن ما تحطها اصلا، تمام؟ فنحط انتر ونشوف ونركز. والله قبل ما انه نطلع هاي النتيجة نركز انه هون ايش كان يحكي لي، انه هم 3 vectors، تمام؟ هون ايش اعطاني اياهم 1 vectors، شفتوا؟ فهذا الفرق. طيب وايش كيف اعطاني اياهم؟ هيهم اعطاني اياهم كلهم بفيكتور واحد وفصل لي بينهم هذا الاول هذا الثاني هذا الثالث، فصل لي بينهم باندرسكور زي ما انا محددت لهم، تمام؟ تمام. هاي خلصنا فكرة الجاين. في كمان فانكشن اسمه الكاتيجوريكال. الكاتيجوريكال هسا احنا هون حكينا انه هاي اعطاني اياها الكلمة عادي زي ما انا طلبت منه، لكن حطين لي اياها بين دبل كوتيشن. طب انا ما بدي اياها تطلع بدبل كوتيشن، ايش بروح بعمل؟ بروح بحكي انه انا بدي اياه او يعني بحطه بفانكشن اسمه اللهم صل على سيدنا محمد كاتيجوريكال. الكاتيجوريكال هو بيعطيني الناتج من غير ما من غير الدبل كوتيشن، اوكي؟ طيب نجرب. والله حلو، مثلا A تساوي كاتيجوريكال هي اشي جاهز بالماتلاب. بفتح قوسين وانا ايش بدي اياه، هاي ايش سميناها احنا تي، اوكي تي كابيتال، المفروض يعطيني اياها من غير دبل كوتيشن. ليش انا مسميها ال، سوري. نسميها ال سمول، اوكي هاي شوفوا اعطاني اياها من غير الدبل كوتيشن. اذا بهذا الفيديو عرفنا الكومبينيشن وعرف حطينا داخله فيكتور وحطينا داخله الري وحطينا سوري ودمجنا الري وفيكتور وحطينا داخل الفيكتور ارقام وسترينج وعملنا اكثر من كومبينيشن لاكثر من فيكتور ودمجنا الفيكتور عن طريق الجوين وحذفنا الدبل كوتيشن عن طريق الكاتيجوريكال. رح احكي كمان كم شغله واللي حكيت لكم يعني ببدايه الفيديو ان شاء الله رح يكون بالفيديو الثاني، لاني حابه ما يكون الفيديوهات طويله كثير لحتى انه ما تزهقوا، تمام؟ بس رح احكي اخر جزئيه عن البيرميتيشن. البيرميتيشن اللي هي الكومبينيشن اللي هي بتطلع لي فيكتور، والبيرميتيشن بتطلع لي ماتريكس. فهيك رح نكون مخلصين جزئيتين، الفيكتور والماتريكس. البيرميتيشن مثلا نعرف في تساوي نفتح الأقواس المربعة 1 و3 و6، نفس أرقام أول فيكتور أخذناها. هاي إيش؟ هاي عبارة عن اللهم صل على سيدنا محمد، هاي فيكتور، تمام؟ بدي أعمل أحط سيميكولون لأني أنا لسه ما خلصت حكي. بدي أكتب له إنه بي بتساوي permutation
permutation، هاي عبارة عن permutation. combination كانت الكلمة كاملة، لكن permutation هم بختصروها ب perms. تمام؟ لمين أنا بدي إياه يعملها؟ لل v، لأن حطيت له إياها قبل شوي. بعدها بحط enter، رح يعطيني matrix مش vector. لو حطيت له هون combination رح يعطيني إياها vector، لكن هون رح يطلع لي إياها matrix. تمام؟ أعطاني إياها matrix. طبعا طريقة كتابتها كيف بتكون؟ 6 3 1، بعدين 6 1 3. شوفوا موقع الواحد تغير، 1 و3 تغيروا. هون برضو عمل لوب هيك بلف قاعد، الأرقام بتلف يعني 3 مرة، كانت هون مرة، كانت هون مرة بالبداية، بعدين الواحد مرة بكون هون، مرة هون، مرة هون، مرة هون. عرفتوا؟ بهاي الطريقة هو بيعبي الماتريكس. وطبعا في يونيت 16 هاد هو بحكي انه اذا انا استخدمت ارقام كبيرة داخل الفيكتور فانا يفضل اني استخدمها، هي مش اجباري لكن يفضل استخدامها، لحتى انه يصغر الارقام او ما ياخذ مساحة كبيرة. تمام؟ مش عارفة اذا نحكي سريع عن السلايدات الدكتور اللي منزلكم اياها، نحاول نمشي فيها سريع او نخليها للفيديو اللي بعد. خلاص نخليها للفيديو اللي بعد وبنشرح فيه الراندوم. تمام؟ لان الراندوم اصلا هي جزئية صغيرة. يعطيكم العافية وموفقين.